بكرة 16 يونيو عيد ميلادي 31. كل سنة وأنا طيبة وبصحة وسلامة. أنا إنسانة هعمل لكم فيديو على قناتي على الإنستغرام، راح أقول لكم أشياء مرة كثير أحبها. أنا رحاب، يعني راح أكون يعني أسوي لكم فيديو وأقول لكم رحاب وش تحب. فاليوم راح أعلمكم بعض الأسرار اللي تخليك أنت أو أنتي في حالة بتحسي إنه كل شيء في الحياة هو جميل. وترى لما تكوني عزباء العزوبية ما هي عيب، العزوبية جمال وروعة وإبداع، بس أنتي انظري لها بنظرة مختلفة. والعزوبية هي شيء مرة مميز لما أنتي تخوضي رحلة وتكوني عارفة مين تكوني وقديش أنتي مميزة وقديش أنتي رائعة. هل أنتي بتنظري للعزوبية بنظرتك أو نظرة الآخرين؟ وقديش نظرة الآخرين بتأثر عليك؟ اليوم كوني عزباء وانتي راضية، عزباء وانتي مميزة، عزباء وانتي مختلفة عن كل الناس اللي حواليك. اوكي، خليكي معايا خليكم كلكم معايا لاخر الفيديو، سواء كنتي انثى او ذكر. شوفكم لاخر الفيديو، لا تنسون زر الاشتراك والجرس. العزوبية أو الارتباط، العزوبية أو الارتباط كل واحد منهم له فوائد وله مساوئ. ولكن لما تكوني عزباء أكيد عندك أشياء مرة كثير حلوة تقدري تعمليها. بتحاولي تعرفي قد إيش إذا كانت العزوبية لها فوائد أو لا، أو هي مضيعة للوقت، وإيش الجميل والرائع، وهل لازم أن أنت ترتبطي وتبدأي تدوري على شريك حياة أو لا. رح أقول لكم بعض النصايح والأشياء اللي أنا بالنسبة لي أشوف أنها فوائد مرة كبيرة في أني أعرفها من الآن وأنا عزبة. التواصل مع نفسي، في كثير من الناس بيشوفوا أنه لما يكونوا مرتبطين في علاقة مع شخص ثاني بيفقدوا الاتصال مع أنفسهم، وهذا لأنهم يبطلوا يعملوا الأشياء اللي هم متعودين إنهم يعملوها بشكل مستقل ولحالهم زي كده. في العلاقة يحسوا فيه، بعض الناس يحسوا إنهم بيخاطروا بفقدان التواصل مع أنفسهم، هذا الشيء اللي بيخليهم يظلوا في عزوبة، إنهم يظلوا عزباء أو الرجل يظل من غير زواج. لكن لو صرنا إنه إحنا عارفين إيش نبغى، هل هذا الشيء راح يخلينا نفقد الاتصال مع أنفسنا أو لا؟ أكيد وقت تكوني عزباء وتكوني الوحدة بيكون عندك وقت كثير ورائع إن أنت تكوني متصلة كثير مع نفسك، ما بيصير في شخص شاغل مخك طول الوقت بتفكري فيه وهو إيش عمل وإيش عمل. أعرف أكثر شيء وش الأشياء اللي أنا أحبها في حياتي. أعرف وأنا عزباء ببدأ أعرف إيش الأشياء اللي أنا مهمة جدا في حياتي، إيش الأشياء اللي أبغاها. يكون عندي وقت كبير إني أبني علاقة عميقة وواسعة كثير مع نفسي، ويصير عندي أعرف قيمة الوقت وأعرف إيش الأشياء اللي بين يدي حتى أعيد تقييمها. العلاقات، الأخطاء اللي ارتكبتها، بيصير عندي وقت مرة كبير إني أعيد تقييمها وأتأملها في الدروس اللي صارت معايا في هذه الأخطاء، سواء في العلاقات أو أخطاء في مشاريع أو أشياء ثانية. فيصير عندي الوقت إني أتأملها وأقيمها بطريقة رائعة ومختلفة جدا، وأعرف أسبابها وهل ليش هي بتتكرر عندي. من أجمل الأشياء في إنك تكوني عزماء هو الوقت المثالي لإعادة تقييم هويتك، وين تبغي تكوني، وش الأشياء اللي تبغيها، وكيف ممكن تبني وتعيشي الحياة اللي تشبهك، وش هي التغييرات اللي ممكن تجريها في نفسك، وش هي الصفات اللي جواتك اللي تبي تطوريها. ويكون عندك وقت مرة كبير
وقدرة وتركيز عالي على العمل الثابت الوحيد اللي هو انت. وقد ايش بيكون عندك وقت تعرفي مين تكوني، وقد ايش الاشياء هذه رائعة ومميزة في حياتك من غير ما تحسي انه انت مشوشة واشياء مرة كثيرة. خيارات خلتني اكون اكثر رضا عن حالي، عن كوني انسانة عزباء عاشقة لنفسها. الخيارات كثيرة ولكن اخترت الخيار الافضل بالنسبة لي. كانت الخيارات هي الخيار الاول هو اني اكون عزباء سعيدة واكون بمفردي واحقق نفسي واعرف مصادر سعادتي الداخلية واوصل للاتزان في علاقتي مع نفسي، بحيث اني اي شيء ابغاه من برا كحب وتقدير انا اساسا وصلت لمرحلة اكتفاء 70% فيه، واللي يجيني من الاخرين يكون 30%، يكون مقسم. حتى لو يجيني من مستقبلا من شريك حياة ما بيكون انه هو عليه الهدة انه هو يعطيني كل شيء. الخيار الثاني هو اني اكون عزباء وغير سعيدة، واكون كل الناس اللي حولي هم من اللي بيقولوا لي لازم انت تتزوج عشان وصلتي العمر 30 والكلام هذا، اما اني اكون متزوجة وفي علاقة غير مستقرة وغير سعيدة وكمان علاقة مستنزفة، قاعدة اعطي 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 وانا ما اعرف ايش ابغى بالضبط، بس انا في هذه العلاقة لانه قالوا لي لازم انا اتزوج. فكان الخيار الامثل اني اخوض رحلة مع حالي، اعرف مين اكون وقد ايش انا جميلة وقد ايش انا رائعة وقد ايش انا مختلفة، اعرف حتى نقاط ضعفي اللي الناس كانت تقول عنها مو حلوة انا حبيتها واكتشفت ان هي جميلة ورائعة. كمان شغلة المسؤولية المالية، يصير توصل المرحلة من اجمل واروع الامتيازات اللي تكون مرة حلوة في العلاقة. في ناس ولو ونعرف كثير من الناس انهم بيتزوجوا عشان يبغى وحدة تساعده في المال، او وحدة تتزوج واحد بس عشان يشيلها مالية لان هي تعبت انه حتى اللي في ناس بيشتغلوا خلاص يبغى يتزوج رجل يعطيها المال. لكن لما تكوني عزباء ويكون تكوني وصلتي لمرحلة المسؤولية عن حالك، عن ادق التفاصيل في حالك المالية، عارفة ايش تبغي تبني حالك، لما تتزوجي ما تكوني هدت على الشخص اللي انت تبي تتزوجيه، مو هدت صح، بس انك حتكوني انسانة مستقرة عارفة ايش تبغى. لما يطلب مساعدة يكون باتزان، ما تحس ان انت بتعطي اكثر ما بتاخذي او بتاخذي، بس تاخذي 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 وانت ما بتعطي. اقل شيء انه نفقاتك تحسي ان انت بتعتمدي على حالك، ما انت معتمده على الاخرين، وهذا الشيء بيزيدك ثقه مره عاليه بنفسك. كمان شغله تعيشي لنفسك، الشراكه يمكن انها تكون رائعه عند البعض وممكن تكون ما تكون رائعه للبعض، يكون لك شخص تتشاركي معاه اهتماماتك وهواياتك شيء مره حلو، وبعض الأحيان ممكن يكون شريك الحياة هذا ما يكون مهتم باهتماماتك وهواياتك، ونكون مضطرين أحياناً لمجاراة شريك الحياة في هواياته واهتماماته اللي إحنا ما نحبها، ورح نوصل لمرحلة نحس إن إحنا ضايعين ما نعرف إيش نبغى، وممكن نكون مع أشخاص ما نتأقلم معاهم. لكن لما أنت تكوني عارفة مين تكوني وعارفة المجالات اللي بتناسبك، عارفة هواياتك ومهاراتك، ما توصلي لمرحلة ما من الحياة تقولي واو عمري ضاع وأنا ما أعرف مين أكون. لكن في العزب وانت عزباء اعرفي كل الأمور اللي هي موجودة فيك، الأمور اللي انت تحبيها، الأشياء الرائعة والمميزة اللي فيك. كمان شغلة يكون عقلك سليم، العلاقات يمكن تكون مكلفة بعض أحيان للبعض، إنها بتكون هدت كثير على عقله، بتاخد جزء كبير ومساحة كبيرة من تفكيره،
ولذلك لما تكوني عزباء بيكون عقلك مرتاح، ما عندك شخص تفكري فيه. وهذا الشيء بيصير من غير وعي ترى، يعني ما هو انه الواحد بيكون واعي انه هو بيفكر في شخص ثاني. وببساطة يصبح الشخص مع الوقت اللي هو يكون في علاقة مع الوقت بيحس انه ما هو قادر يفكر في حاله، وفجأة يصير في حالة من النزاع العاطفي اللي هي جواته فجأة تطلع للسطح وتصير مع الشريك اللي قدامه، وتتحول لاضطرابات نفسية ورحلات ورحلة بحث عن الذات، وأنا من يعرف من أكون وإيش أبغى، ويصير عنده خوف وغيرة وتملك. عرفتوا قديش مميز ورائع إنك أنت تكوني عزباء، إنه ما بيصير عندك اضطرابات، وإنك توصلي لمرحلة فيها الاكتفاء بإنك تعطي نفسك الحب والاهتمام والتقدير والاحتواء، توصلي لمرحلة فيها من الالتزام في المشاعر اللي ان شاء الله بكرة يجيك شريك حياة ما تحسي ان انت بتتغذي عليه هو، لا، يصير العلاقة فيها اتزان، اني عارفة انت ايش تبغي وتعطي نفسك، ما تتغذي عليه هو ما سوى، هو ما فعل، هو ما قال لي احبك، لدرجة حتوصلي لمرحلة اني انا احب حالي، راح تلقي كلمة الحب ومن غير ما تطلبيها، ما يصير فيها شروط، ما يصير فيها احكام. يا رب انه انا عارفه انه البعض حيقول انت رهاب مجنونه، قبل عملت لكم فيديو غير متزوجه وابحث عن الحب، كان بجد انه كثير من الناس اللي حولي لاحظت انه يدوروا على الحب في كل مكان، كانوا يتهموني باني انا واحده وصلت لمرحله الاكتفاء. هذا شيء مو سهل بس مو مستحيل، لقيت انه انا لازم القى مين اكون، ايش العقد اللي موجودة عندي، ايش الاشياء اللي بتخليني دائما في شعور داون، ايش الاشياء، ليه اشياء عندي ما هي راضية تزبط، ليش انا كل شيء ابغاه مو راضي يصير، فهل انا استحق اني اكون هنا او لا. ولذلك خط رحلة عميقة مع ذاتي، رحلة تشافي، تسامح من الذات، ورحلة في حب الذات، عليت مستوى ذكائي العاطفي، عليت مستوى ذكائي الاجتماعي، أصدرت روايتين، والثالثة في الطريق. ألا أستحق أن أقدر حالي؟ أكيد، فأنا عزباء. وش العيب إن الوحدة إنها تذكر عمرها؟ العيب إن أنتي ما تذكرين عمرك وتتذكرون فيديو أسباب إخفاء أعمارنا. ارجعوا للفيديو وراح تفهموا ليش رحاب متصالحة مع نفسها. لا تنسون زر اللايك، اللايك يوصل الفيديو لأكبر قدر من الناس. أشوفكم على خير وممتنة لكم لأنكم شفتوا الفيديو للنهاية. أحبكم.